السلام عليكم ورحمة الله بونسوار تو الموند جيسبر كو فو بورت ا مارفاي نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم في هذا اللايف جديد الوغ هذا سي ان نوفو لايف ان شاء الله غادي نشوفوا فيه التصحيح ديال واحد الامتحان اللي ديجا حطيت هنايا في لاباج فيسبوك حطيت لكم هذا الامتحان هذا وطلبت منكم باش ديروا مع مجهودكم باش تشوفوا تحاولوا تجاوبوا على لا كاستيون ديالو غادي نشوفوا دابا لا كوريكسيون باش كل واحد فيكم يشوف واش نيت هذاك الشيء اللي كيجاوب يعني باش تجاوب والنيت اللي خاصو يكون ولا شي حاجه اخرى ومن هنا نيت الواحد يصحح الاخطاء ديالو يتعرف على المعلومات اللي ناقصين عنده ولا مزيان كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا في لي زوتر غروب يعني في لي غروب فاش كاينين الناس ديال لي كانديدا ديال باك ليبر فهمنا حاولوا تبارطاجيو عافاكم الماكسيموم بوسيبل باش حتى لي زوتر بيرسون يعرفوا به وحاولوا تبعوا معنا من الاول سي بون باسكو غادي نمشيو شويه بشويه راكم عارفين بنبداو بالنص شويه الاسئله الى اخره حنا غادي شويه بشويه تفهمنا الوغ كيف ديجا يعني كيف العاده دائما كنديروا لايف هنايا مزيان تيبقى هنا في لاباج او ميم طون كنبارطاجيه في اليوتيوب الوغ الناس اللي غادي يشوفوا هادشي هذا في اليوتيوب راه غادي نخلي لكم الرابط ديال نخلي لكم الرابط ديال هاد لاباج اللي تقدروا تدخلوا ليها باش انكم تتبعوا معنا في لي لايف الجايين ان شاء الله وشوفوا حتى داكشي اللي فاتكم بيسكو دائما كنحطوا الاسئله وكنحطوا الامتحانات يعني قبل ما نجيو للتصحيح راه كنحطوهم ديجا من قبل مزيان الوغ كيف ما كتشوفوا هنايا هذا هو الامتحان لكن مالوغوزمون امتحان ما الا خدمنا بحال هكا ما واضحش داكشي علاش عاودت الكتابه ديالو كلها هو هنايا كيف تشوفوا الو غادي نخدمو هنايا مزيان كنظن الامور واضحه اكثر هنايا مزيان الو شنو بان لكم نبداو ولا عفاكم واش نبداو سي بون نبداو بيسكو كيف العاده انا ما كنبغيش نطول بزاف في لايف الوغ كنشوف شي بزروبين يعني كنحاول نبداو دغيا ونكملو دغيا الوغ الحاجه الاولى اللي غنبداو بها هو التكست غادي نشرحو بالزربه نعطيو دي زيدي على التكست علاش داوي التكست بيسكو كيف ما كتعرفوا لي كيسيون اللي بيجيو راه كيتعلقوا به مباشره فهمنا كيتعلقوا بالنص الاسئله اللي غايجيو غيتعلقوا بالنص بشكل مباشر وبالروايه بشكل غير مباشر الوغ غادي نبدا تكست شنو تيقول ديز اسبري دان نوتر اج عقول ديال واحد العصر ديال واحد الزمان كومونتير ا لور مانيير سو ترومبلمون دو تير كيعلقوا ولا كيدويو على يعني بالطريقه ديالهم على هاد الزلزال هاد الهزه الارضيه il rappeler a qui voulait l'entendre كيذكروا اي واحد بغى يسمعهم هذاك اللي بغى يسمعهم هذاك اللي كان باغي يسمعهم la destruction de ce dôme. Alors, la destruction de ce dôme est de Gomorrah. Kidkro et Damar. Damar dit ce dôme au Gomorrah. Ce dôme au Gomorrah, pour le basata, on a Kora, Allah, Moudun, l'Itkrat, l'Injil, l'Itkrat, taf le Coran. Les gens ont dit l'Adab, l'Itdomrat, l'Khasf, l'Niran, غادي تنطر عليهم الى اخره غادي نتفكروا بالزربه القصه ديال لوط والقوم ديالو باش تفهموا ضيا غادي نعطيكم غير شويه من باش تكون عندكم معلومه على هاد سدوم اي غومور سدوم او غومور تو سامبلون مزيان اللي تعرضوا للتعذيب يعني الله عذبهم بهذوك لي بيشي بهذوك الذنوب ديالهم وباللواط ديالهم ديجا غنشوف واحد لو مول اللي جاي من سدوم سدومي اللي كيعني اللواط مزيان ما غاديش نوقفوا على كل حاجه بحال هكا الوغ غادي نافونسي شويه الوغ ايلز افيرمير كاكادير ايتي لو بيرسو وكيكدوا بلي اكادير حيت اكادير هي اللي وقعت فيها الهزه اشنو غايقولوا هما بلي اكادير كانت لو بيرسو كانت المهد ميم دو لا ليكسور ديال الفيسق وديال الشبقيه الى اخره اي دو لا سودومي ديال لي وات مزيان الوغ كو لو توريست اوروبيان ني فوني كو بور ساتيسفير سي بيرفيرسيون سيكسوييل واللي هذاك السائح الاوروبي ما كيجيش لها الا باش انه يلبي او لا يشبع الرغبات الجنسيه ديالو اي ديفوي اون جونيس وازيف او تي خسرو وكيخرجوا
هذيك الشبيبه ولا الشباب من الطريق ديالهم، يعني وليدات اكادير. فهنا وظيف اللي ما كان عندهم ما يدار، اللي ما لاقين ما يديروا سي بون. الوغ كو لارجون، كو لارجون فاسيلمون غاني طونتي بلوس كو لي زيتود او لو ترافاي اون نت. لارجون اللي كيتربح بون، الفلوس اللي كتربحو بطريقه بسيطه يعني باسهل طريقه كتغري اكثر من طونتي، يعني لا طونطاسيون كتغري اكثر من لي زيتود، يعني من القرايه من الدراسه، واكثر من لو ترافاي ديال المعقول خدمه بصح. فهمنا؟ الوغ ايل ميتي اون كوز لي زوتوريتي لاكسيست، وهادو كيتسالو كيفاش ان لي زوتوريتي السلطات كيغمضوا عينهم على هادشي هذا، كيغمضوا عينهم قلنا على هادشي هذا وطالقين اللعب. وحتى لي بارون اي لي بارون كي بروفيتي دو سيت اوبن، وحتى لي بارون اللي كياخذوا من هاد الكسب هذا سون بوزي لا مواندغ كاستيون، بلا ما يطرحوا ادنى سؤال. اي بروفيتيزي، البروفيتيزي هما هادوك اللي داوي عليهم هادوك العقول ديال هذاك هذاك الزمان ولا ديال واحد الزمان. الوغ اي بروفيتيزي، بروفيتيزي جات ديجا من بروفيت نبي. الوغ هنايا بروفيتيزي لو فيرب بروفيتيزي هي تنبا او كيتنبؤوا دي لون دو ما، يعني بغادات ولا بالمستقبل. اي بروفون ا سيت جونيس ريسبكتيوز، المستقبل ديال هاد لا جونيس ديال الشباب اللي غير ما فيها لا احترام وديبرافي واللي هي فاسد الاخلاق، كي سو ليفري على الكوليسم واللي غتمشي لجهه الالكول يعني الشراب ولا دروك. حتى وحتى اش انا نتمنى تكون الامور واضحه، وحتى لا بروستيتيوشن، حتى الدعاره. الوغ ils ont succombé، ils ont succombé plutôt بلاتي فين واصلين. الوغ سون روتوني، سون روتوني سون اونت، بلا ما يحسوا بالعار، بلا ما يحسوا بدون لا حتى حاجه. الوغ وي ميم لي شلوح اون شانجي، حتى الشلوح راه حتى هما تبدلوا، حتى من الشلوح تبدلوا. الوغ ديجيتال كانوا تيقولوا يعني دوك الناس ils ont succombé à l'argent، يعني خضعوا للفلوس كي هي لو فيريتابل انسترومون ديبليس، اللي هي الاله المعقوله ديال ابليس. كيل سوا ميل فوا مودي، الله ينعلو ويخزيه 100,000 مره بليطو كيف ما تيقولونا. الو قلنا ان ديرني باراغراف بالزربه. اون فيت في الواقع تو الموند بون، اون فيت تو الموند بونسي لا ميم شوز، في الحق في الواقع الو في الحقيقه كلشي كيقول نفس الشيء، سوف لو فيو بوشعيب، الا العجوز بوشعيب كي اون سافي ان بو اللي عارف عليها شويه، ان بو يعني واحد شويه سور لي ميكانيزم سيسمولوجيك، اللي عارف على الديناميكيه ولا سميتها نسميوها الاليه ديال الزلازل، كيفاش الزلازل كيوقعوا، وعارف يعني هادشي علميا. الوغ اي اوتر فينومين ناتورال، تيعرف حتى على ظواهر اخرى طبيعيه، مي ان انترفيان با دون لا بوليميك، وما كيدخلش في هاد لا بوليميك، هاد النقاش هذا، هاديك الهضره اللي كيسمع وهي تسمع ما تيدخلش، ما كيناقش معاهم يقول لهم لا راه نتوما على خطا ولا. Alors sachant qu'il ne pouvait pas, et tu vois, il m'a dit qu'il pouvait convaincre des gens bornés. Il m'a dit qu'il pouvait convaincre des gens bornés. Une personne bornée, c'est une personne qui a un homme 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 qui a un. Alors, qui mêlait, souvent la religion, souvent religion et superstition. Les qui a un homme qui a un homme. Religion, dit, le khurafa, il y a la superstition. Alors, histoire et légende, ou qessas, ou l'asater, etc. Et là, à sa femme, pourtant, qu'il écoutait avec ferveur quand ils abordaient un sujet difficile, ou le marteau, plutôt, les radis, les quatre semaines, le normalement, les quatre semaines, les qui, ils ont dit, si sujet, si mordou, les saïb, il explique à Yelmen, la systémité. La sismicité des sols et le pourquoi d'une telle catastrophe. Et elle dit que les gens ont 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 dit que les gens. Nous d'abord la question de ma belle mzian afakon, parce que bien zel bouché chouya ana ma kanchi chouf les réponses ديالكم à chaque fois les commentaires, ولكن bien sûr m'a dit chi gdna lwaqt, c'est pour ça غادي نحاول نجاوبو directement غنشرح ونجاوب في نفس الوقت. Alors qui goulna hna compléter
Complétez la présentation suivante pour situer le passage dans l'œuvre dont il extrait. Oh non, mais je n'ai pas dit que فهاد الله يجازيكم بخير. هادوك لي فيديو ملي كيقول لك الواحد لا راه في سؤال واحد اشنو بيتلقى ولا في سؤال 10 اش بيتلقى ما كايناش هاد المساله هادي يعني ملي كنقول لك انا من هنا ها السؤال 10 علاش بيتجاوب فيه اشنو باش غتجاوب ولا في السؤال 5 باش بتجاوب راه مشكله ما يمكنش هادشي بيان سور الوغ هنا عافاكم شفتو ميم لا كيسيون اه حنا دائما مولفين بلي كتجي فيه واحد الطابلو هنا غادي نشوفوا حاجه اخرى مزيان في واحد الباراغراف قال لنا كملوا يعني فين ما يكون نقاط غادي نكملوا هذا الفراغ هذا نقراو اونصومبل سو تاكس اي تاكس تري دو هذا النص مقتطف من هنايا من لو جون هذاك لو جون ليتيرير الله يرحمه ليزين الوغ هنايا شنو نكتبوا هذا شنو نكتبوا لو جون ليتيرير رومان مغربي الوغ دو رومان الوغ نخلي واحد الاسباس هنا الوغ دو رومان مغربي لو تيتر ديالو هنا خصنا نسميوه هنايا في هذا الفراغ هذا قالوا لنا لو تيتر يعني غنسميوه هاد لو رومون هذا سميتو غادي نسميوه تو سامبلومون نكتبو إل إيتي أون فوا أن فيو كوبل أوغ مزيان إكري يعني هاد لو رومون هذا تكتب من طرف إكري باغ من طرف سمية ديال لوتور كتبو سمية ديال لوتور سي بون ألوغ محمد خير الدين سي بون خير الدين غنكتبوها بحال هكا كنحاول نكتبوها كيف ما هي تتكتب مزيان نقطه كيقول لنا لو بيرسوناج برينسيبال الشخصيه الرئيسه وبين اي لو برينو يعني السميه ديالها فقط اصلا داكشي اللي عارفين ما عارفين شي حاجه اخرى ما نقدرش نزيد شي حاجه اخرى غير اسم فقط يعني اسم الشخصي شكون يقول لو بيرسوناج برينسيبال بوشي فهمنا فيفون يعني اللي ساكن او دو ماروك يعني اش من جهه المغرب الجنوب ديال المغرب او سود دو ماروك تفهمنا باس سون طون كي دوز الوقيته ديالو ا اكريغ اون اشو كان تيكتب قلنا كيكتب قصائد كيكتب الشعر اون لو نور نانسا ديال واحد الولي ولا ديال واحد القديس ولا شي حاجه بحال هكا الو كان تيكتب الشعر الو لا بويزي اون بويزي كان تيكتب الشعر اون لو نور شرف واحد الصالح الولي صالح وهضرنا ديجا هاد المساله هاد مزيان هذا بالنسبه لا كيسيون 1 فهمنا الوغ لا كيسيون 1 كانت عليها 0.25 في كل فراغ وهضرب 6 المرات يعني 6 الفراغات غندوز عفاكم هنا دابا الوغ لا دوزيام كيسيون كتقول لنا كيل لا فيل كي ا اتي فرابي بار ان ترومبلمون دو تير وعليها 0.5 اصلا هي واحد النقطه واحد السؤال اللي مجاني كيتعطاك مجاني بحال هذا اشنا هي سي بون كنشوف لي كومونتير ديالكم الوغ مزيان اشنا هي المدينه اللي ضربات من طرف واحد الزلزال اكادير عرفتي الا كتبنا بحال هكا اكادير نص نقطه جاتنا بحال هكا ندوز لا كيسيون عفاكم لا كيسيون 3 دي سيسبري d'un autre âge ملي كيقول لنا الكاتب في البديه دي سيسبري دان عقول ديال واحد الزمان ديال واحد العصر لاج هنا ما كنقصدوش به الامر لكن واحد العصر الوغ اشنو كيقصد بها كملوا ما عمركم تزربوا تجاوبوا الا لا عرفتوا شنو واقع بعدا واش كنقصدوا بها فو دير واش كنقصدوا بها دي سيسبري اكليري عقول نيره دي سيسبري ساج عقول حكيمه دي سيسبري اريغي اي دي سيسبري المتخلفه واش تقول لنا غوكوبي لا بون ريبونس ليها نقطه اختار غير وحده فيهم اللي صحيحه وتاخذ نقطه ديالك الو عفاكم دي سيسبري اكليري لا كون كان دي سيسبري دي سيسبري اكليري كون كانت عقول نيره ما كانش غادي تقول هاد الهضره هادي وبالتالي هاد الاجابه بالنسبه لنا غلطه دي سيسبري ساج واش عقول حكيمه لا حتى هي هاد الاجابه كلها هي ولا حتى هي مالوغوزمون غلطة غندوزو لاش دي سبري اريغي هما عقول متخلفة بالنسبة للكاتب بيسكو تيقولو لا هداك الشيء هداك الشيء تيوقع راه بسبب الذنوب الى اخره هما جاهلين بلي راه كاينة واحد المسألة بلي هاد المسألة هادي ممكن تفسر علميا الى اخره فهمنا وبالتالي هادي هي هدا هو الجواب الصحيح مزيان او لكن انت في الورقة ديالك خاص تعاود تكتبو بكل بساطة حيت قاليك غو كوبي مزيان في ورقة التحرير ندوزو لا كيسيون كيسيون غنمشيو شويه مزروبين عفاكم الو
recopier, ou plutôt relever dans le texte deux interprétations des habitants du tremblement de terre. عندك هنايا طالبين منك جوج تفسيرات أو جوج تأويلات اللي داروا لي فيلاجوا، يعني هذوك السكان ديال الفيلاج، شنو التأويلات اللي داروا على الزلزال اللي وقع، الهضره اللي قالوا عليه. قلنا غير جوج منهم عافاك، وكل واحدة بنص نقطة، يعني عندك نقطة في هذا السؤال إلا جاوبتي بجوج الحويجات. مزيان. ألو، الحاجة الأولى في نظركم أشنو كتقول؟ هما كيقولوا بلي أكادير تعرضات الهزة الأرضية بسبب الذنوب ديال مواليها، فهمنا؟ ألو غادي نكتبو تو سامبلومون أكادير سيبي تعرضات، نكتبو كملو أكادير. ألو أكادير سيبي أن ترومبلومون دو تار. علاش في نظركم؟ بسبب اكوز دي بيشي، بسبب هاد الذنوب. الو دي بيشي دي زابيتون ديال السكان ديالها. مزيان. الو نقصنا هنا واحد تي، سي بون. الا كانت الامور غير واضحه شويه، يعني في الفهم، ما حتى الكتابه من بعد غادي نبارطاجي معكم كل شيء مكتوب، بيسكو بارفو كيكونوا كلكو بيتي زيرور ما كنعرفش ليهم البال من الزربه، فهمنا؟ الوغ غنقولوا اون اوتر انتربريتاسيون، تاويل واحد اخر. اشنو كيقولوا هاد الناس هادو؟ تاويل واحد اخر تيقولوا على هاد الشيء اللي واقع في اكادير، تيقولوا ودي هاد الهزه الارضيه هي راه جات كعقاب لهاد الناس. الوغ غنكتبوا لو ترومبلومون دو تير، le tremblement de terre est une punition, il y a iqab, punition aux habitants le soukan d'Agadir. C'est bon, juste awilat ahna wakhdin nokta kamla. Ndouzo la question qui suit, la question 5, tna l'omour tkoun wadha. On chauffe les commentaires de l'con. C'est bon. Mzien. Châtiment du Dieu. Taoua mzien. Iqab. Oula adad nandallah. Mzien. Alors, on a qu'on a précisé les parties et, adad c'est et proposé une idée pour chacune des parties du texte. Or, d'où le bel avec moi, le haja, puisque bad l'amrat, t'as trois fois, le mouchkil, ma kate kemmelouj, l'ijabat de l'con. Hit, ma kate kemmelouj, fahmin mzien. Par exemple, on a, il faut qu'il y ait un peu de يعني 0.5 في بعض المرات، يعني راه كاين بعض الفراغات تما، بعض الاجابات خصك تعطيهم، يعني عندك تمشي تجي تجاوب غير هنا، جاوب غير هنا وهنا وتنسى هنا، راه خصك تجاوب هنا في هاد الربعة د الخانات كلها هما اللي كاين فيهم هاد الفراغ. بكل بساطة، اشنو تيقول لنا هاد الشيء هذا؟ اشنو تيقول لنا السؤال؟ هنا النص اللي بنقسمو فيه جوج الفقرات، فقرة واحدة، الفقرة الأولى، الفقرة الثانية. الفقرة الأولى عطاوك البداية ديالها ولكن ما قالوش ليك فين تتسالي، يعني أنت خصك تحدد فين تتسالي. فهنا هادشي اللي بغينا نقولو، خصنا نحددو فين كتسالي. مزيان. الو غادي نرجعو للنص، تو سامبلومون هو داك الباراغراف الاولاني حتى لهنا، حتى لهنا. الو غادي نكوبيو هادي باش سي بون. من دي زيسبري، يعني من البداية ديال النص حتى لا فان ديال هاديك الفقرة. سي بون. علاش كتجوي هاد الفقره هادي اللي قلنا عاد دابا من دي زيسبري دي دانوتراج تال كيل سو ميل فوا مودي؟ علاش كتجوي هاد الفقره هادي؟ بكل بساطه كتقول ناس كو لي فيلاجوا كيعتقدوا باللي الهزه الارضيه اللي وقعت او الزلزال اللي وقع راه سبابو او لا هو جا باش يعاقب الناس. تو سامبلومون غنقولوا لي فيلاجوا pense que le tremblement de terre est une punition et un avertissement ou à dire avertisse
aux gens, surtout les habitants d'Agadir. On voit Tadir ou Tnibi, les Hadouknas d'Agadir. C'est bon. On va d'abord faire la thania. Min tel telni. Min telni. On a un moment, je vais faire comme mince. Je suis faux. Min hna. En fait, tout le monde pensait. Alors, en fait, tout le monde pensait. Alors, en fait, tout le monde pensait telle catastrophe, telle néhadi al-nas. Alors, je kadoui hadi, kadoui, elle a bouchib, ou kifash, ou kishouf had l'omor hadou. Fahna? Alors, on goul tout simplement, bouchib. Bouchib. N'est pas d'accord. Même tafkch. Même tafkch. مع هذوك السكان ديال الفيلاج الوغ ني با داكور افيك لي زابيتون هادشي علاش كدوي الفقره الثانيه لي زابيتون دو فيلاج اي اوكي يفسر اي اكسبليك لو فينومين اوكي يفسر هذيك الظاهره سيانتيفيكمون كيف تصير هذيك الظاهره علميا فهمنا مازيان سالينا الاجابه على هذا السؤال هذا ندوزو السؤال اللي غيتبعو الوغ لا كيسيون 6 تقول غولفي من بين الاسئله اللي كيبان لينا انا كيجيو فابور يعني سالي غولفي دون ليكستري دو تيرم ابارتنون بون شوف واش Ouais. Alors, relevez dans l'extrait, et avec le mukhtataf, avec le nom de terme, réjuge des mustalahat de terme appartenant au champ lexical de la débauche. Ou est-ce qu'il est là, il y a le terme, il y a le terme, il y a le terme, il y a le terme. La débauche, c'est le foussouk, le fils, le fassad, le chihaj, le halak. C'est là, je suis gagné avec les mots. Et là, j'ai un nom, on dit que je suis gagné avec le nom, mais il y a déjà la sodomie. Sodomie, il y a maintenant, sexuel, jinti. هذه صفه لا بروستيتيوشن كاع دوك لي مون لي شفنا تما الوغ غادي نحاول نكتبوهم هنايا نشوفو هما اون فوا تيطلبو منك جوج كون على يقين انك كاين تما اكثر من جوج يعني غيكونوا 4 5 6 كيطلبو منك غير جوج وانت عافاك في الاجابه ديالك حاول انك ما تعطي الا جوج فهنا ما تعطي الا جوج الوغ الكلمه الاولى قلنا سودومي واش بغيت غير كلمات عندك تمشي تجيب جمل سودومي عندي دو واحد الكلمه واحده اخرى بيسكو طالبين منا اصلا هما جوج بروستيتيوشن الدعارة كلمه واحده اخرى سيكسوال جنسي كيف ما هي مكتوبه نقدر ميم نزيدو دوت خمو الا كنا عارفينهم سي بون نعاود نقول لكم عفاكم واحد الحاجه هما اللي طالبين في لا كيسيون دو جوج انا بيت نبين لكم سيكو راه كاين بزاف تفهمنا كاين اوسي ليكسور سيغ سي امو لي عندو علاقه ولا داخل في لو شون ليكسيكال يعني في العقل الدلالي ديال هذاك لو مون دو بوش تفهمنا ندوز عفاكم لا كيسيون اللي تابعها ماشي شويه بالزربه بيسكو ما بيناش نطولو في اللايف ديالنا Alors, transformer la phrase suivante, c'est un drs lughawi. Ou c'est ce qu'on a dit. La question 6, c'est un drs lughawi. Alors, transformer la phrase suivante au discours indirect. On vous dit que l'idée, c'est que une fois que vous avez lu le texte, vous avez lu le texte, فخطاب مباشر يعني واحد الجمله بين جوج المزدوجتين عرفوا اوتوماتيكمون راه الدرس ديال لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت راه جاي فهمنا يعني راه جاي في هذاك الشيء في لي كيسيون يعني في الاسئله ديال اللغه الوغ كي قلنا ترانسفورمي لا فراز سويفونت دو سكور انديريكت يعني عندنا هنايا واحد لا فراز هي هادي غادي نشونجيو لو ستيل ديالها نشونجيوها لو ستيل انديريكت هي ديجا في لو ستيل ديريكت وهاد الجمله بحال هادي بسيطه بزاف كاع ما هادش هذوك الجمل اللي فيهم بزاف الحوايج ترد لهم البال تفهمنا الوغ غادي نحاولوا نديرو ليها لا ترانسفورماسيون
الوغ نبداو من هنا عفاكم. الوغ نكتبو لي زابيتون، ما غنجيب حتى حاجه من عندي لحد الان، غنبدا غير بالفاعل او المبتدا لي زابيتون. الوغ دو فيلاج مزيان ديزي كيقولوا، كانوا كيقولوا بلوتو، كانوا تيقولوا يعني في لامبارفي، كانوا تيقولوا باستمرار في الماضي، فهمنا؟ الوغ ديزي اشنو تيقولوا؟ غنجيو هنا ميم لي شلوح اون شانجي، هادي واحد الجمله عاديه كتعطي واحد المعلومه، قلنا ديجا في الدرس اللي شاف الدرس قلنا بلي هادي كون فراز ديكلاراتيف، ما كنطرح لا سؤال، ما كنطرح لا امر، ما كنتعجب ما حتى حاجه، كنعطي واحد المعلومه حتى من الشلوح تبدلوا بحال هكا، فهنا ما قلتلكش واش الشلوح تبدلوا، ولا قلتلك مثلا بدل الشلوح ولا عطيتك شي امر، لا. الوغ هنايا لا ليزون يعني الرابط بين هادشي اللي كتبت والكلام اللي بيجي خص تكون يكون ك، انا كتبت ك عاد غادي نبدا في هاد لا فراز هادي، ميم ما يمكنش نبدلها تبقى هي هي، مزيان ميم ما يمكنش تبدل غتبقى هي هي. الوغ ميم نتبعها لي شلوح، ما يمكنش نبدل لي شلوح. الوغ لي شلوح افيك ان سي ماجوسكول، الوغ ميم لي شلوح سي بون اون شونجي، هنا فين غادي يكون التغيير. علاش غادي ندير التغيير هنا في هاد لو فيرب هذا في لو طون ديال هاد لو فيرب هذا؟ علاش غندير التغيير في نظركم؟ علاش؟ حيت بكل بساطه عندي لو فيرب انتروداكتور اللي هو ديزي اللي هو لو فيرب دير، تحط في الباسي، اون فوا عندك هذا في الباسي اوتوماتيكمون في الداخل دو لا بارول عارف راه غيكون شونجمون في لو طون وحتى في لانديكاسيون طومبورال. نتمنى انكم تكونوا فاهمين دابا شنو كنقول لكم، راه التطبيق كيبين هاد الامور هادو مزيان. الوغ هنا الباسي كومبوزي اوتوماتيكمون كيف ما كان هاد الباسي هذا كيرجع لاش لو بلوس كو بارفي، لو بلوس كو بارفي فهمنا. الوغ ميم لي شلوح افي او ان تي يعني اشنو كيقول هادشي هذا؟ بكل بساطة الا عندك مشكل في تصريف الافعال راه غتلقى مشكل هنا. الوغ افي شانجي فهمنا، ونديرو نقطة احنا سالي لا ترانسفورماسيون. الا شفتو جوج الحويجات هنايا اللي خصكم تردو من بال واللي تبدلو هنايا كو، وعندنا هنايا لو طون، لو طون ديال هاد لو فيرب هذا فهمنا، هما الحويجات اللي مبدلين. هذاك الشيء راه ماشي خصكم تسطروا عليه ولا لا، غير باش نبينو لكم. الله يجازيكم بخير. ندوزو لا لا كيسيون لا فون ديرنيير لا كيسيون 8 اشنو كتقول لينا؟ كونوا على يقين دائما اخر سؤال، وبعض المرات يكونوا بون شت شي وحدين هنايا واحد السيده عطات لا ريبونس ديالها على لا كيسيون 8 سي كوريكت، شكرا على الجواب ديالك. الوغ هنايا في لا كيسيون 8 و 9 تو سامبلومون في هذيك السؤال الاخراني او جوج الاسئله الاخرانيين راه كيكونوا غالبا، بعض المرات يقدر يكون واحد يقدر يكون جوج، غالبا دائما كيجيو باش يطلبوا منك الراي ديالك بخصوص واحد الفكره اللي جات في النص. عطي الموقف ديالك خلال ديك الفكره ولا على ديك الفكره، وقول لنا وقول لنا شي جوستيفيكاسيون، عطينا شي تبرير، عطينا شي ارغومون فهمنا. بحال هنا راه سهلوا عليك المساله، علاش؟ حيت 0-5 في جوج، يعني تقدر تقول غير انا مع او انا ضد مثلا وتحسب لك نص نقطه. في امتحانات وحدين اخرين راهي لا ما كملتيش لا ما جوستيفيتيش ما تحسبش لك نقطه كامله مزيان. الوغ تو سامبلومون هنايا في لا كيسيون 8 بوشعيب غفوز ديكسبليكي او فيلاجوا، بوشعيب تجنب ورفض انه يفسر لهذوك لي فيلاجوا يعني السكان ديال الفيلاج لي فري كوز دو ترومبلمون دو تيغ، يفسر لهم الاسباب الحقيقيه وراء هذيك الهزه الارضيه ولا هذاك الزلزال. تروفي فو كيلا ريزون واش كتشوف بلي كان عنده الصح؟ جوستيفي فوتخ ريبونس باغ ان ارغومون كونفينابل، ما غاديش تقول بيان سور اييه عنده الصح او لا ما عندوش الصح وتسكت، لا خصك لا ريبونس ديالك. وهنا عندك الزهر بحال هنا في هاد الحاله هادي، الا قلتي اييه عنده الصح وسكتي غتحسب لك نص نقطه كيف ما هما حاطين هنا. في امتحان تقول وحدين اخرين الا ما كملتيش ما غتحسب لك كاع حتى حاجه. الو غتقول مثلا نقدر نكون مع نقدر نكون ضد، اي واحد فينا يقدر يكتب اي حاجه بغا ما كاينش مشكل، انا السيد هذا راه عنده الصح ملي دار هاد ملي ما شرحش لهم او لا كان غلط كان خاصو يشرح لهم مثلا. الو نقدر نقول تو سامبلومون بوشيب اغيزون كان عنده الصح اغيزون او لا
نقدر كاع نزيد تو تافي هنا باش نحلقوا عليها شويه ولا كتبوا ريزون الوغ ا تو تافي تو تافي ريزون كان عنده تماما صح علاش سي بون نقولوا علاش تو سامبلومون في نظركم علاش حيت هادوك الناس بالنسبه لي انا هادوك الناس ناس اللي هما جهلاء الناس اللي هما اميين ما كيعرفوش يعني ما غاديش يقدر يوصل لهم الفكره الوغ ا تو تافي ريزون parce que au la car c'est parce que là c'est car bhal bhal tout simplement alors les villageois alors car les villageois sont et les villageois sont des personnes humains achras soit on peut dire مثلا جاهلين اميين ou on peut dire مثلا كيف قلنا تمايا bornés des personnes bornées يعني اللي عقليتهم محدوده العقل ديالهم محدود ما غاديش يفهم اللي قلناها مزيانه sont des personnes analphabètes. Huma ashkhas ummiyin. Analphabètes. C'est bon. Et oujouhala, mathala. Et ignorante. C'est bon. Et ignorante, juhala, mais il me marfinch. C'est bon. Bien. Alors, obitali, la iden, il ne ما غاديش يستوعبوا الهضره ديال هذا السيد هذا الو اي نو سيزي سيغي با احطوها في لو كونديسيونيل بريزون او لا احطوها في لو بريزون Ziseret, tout simplement, A-E-N-T, A-E-N-T. Pas, Maradish, il se tue, les paroles. Bon, quand c'est absorbé, puisque, à téléphone, du coup, alors, c'est une personne qui accepte les paroles de Boucher. C'est bon, au télé mardi, c'est pour la dra d'yel boucher. C'est bon. Quand tu as dit que 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 tu as dit Alors, à votre avis, c'est une autre question. Qui nous demande notre point de vue, les quatre lobes, le raï d'yalna, fahmna, ou un goul raï d'yalna, on justifie bien sûr, fahmna. Alors, à votre avis, il est fiou et jatima d'areko, les catastrophes naturelles sont-elles une punition de Dieu, wesh, kawarif tabiya, huma, iqab, min andallah, ou un phénomène naturel, ou la zahira tabiya, fna d'arko, shkoun. يعني بيجاوب راه كارثه ظاهره طبيعيه ولا بيجاوب عقاب من عند الله عندك الحق جاوب باش ما بغيتي ولكن خصك جوستيفي اوسي فهمنا الوغ تقول جو بونس تقدر تبدا بجو بونس كو يعني انا كنظن بلي اولا جو فوا كو انا كنشوف بلي اولا ا مون افي اولا في وجهتي نظري ا مون بوان دو فيو ولا شي سولو مون بوان دو فيو ولا شي اي حاجه بحال هكا ماشي مشكل الوغ نكتبو حنايا بكل بساطه جو بونس كو جو بونس الوغ جو بونس كو هذا شيء انا الضيف هنايا سي بون الوغ جو بونس كو علاش بين ديو هنايا بين ديو هاد لي كاتاستروف ناتورال هاد الظواهر الطبيعيه خصني نقول جو بونس كيل سون كنظن بلي هما كيل سون ان فينومين هما ان فينومين Alors, un phénomène naturel, quand on oublie Huma, un phénomène naturel. D'ailleurs, tabi, il y a un chéri qui est là. On va dire tout simplement LH. On va dire tout simplement car, ou là, parce que la même chose, je justifie, je me brrr. On ne va pas. Car les mêmes, car même, car même. Alors, car même les bonnes personnes, ta l'achras zouinine. On va dire les bonnes personnes, on va dire alors. حتى الاشخاص زوينين حتى هما تيتعرضوا لهذا الشيء هذا سي بون
car même les bonnes personnes souffrent, ou là, on souffre, qui est un homme, qui est un homme, on souffre, et pas l'achat zouin qui est un homme. Maintenant, et la punition, ou la punition, l'iqab, ou la tadib, ou la n'goulou, l'iqab, d'Allah, rama kiddar illa, l'hadouk nas, li mabzianej. Maintenant, n'goulou tout simplement, et la punition de Dieu, alors la punition de Dieu ne leur est pas, il dit ma kench, ma moujage, lui, ne leur est pas destiné. Maintenant, oui. Mais bien, alors je pense qu'elles sont, et quand vous oubliez au moins, d'ahira, tabéya, car même les bonnes personnes حتى الاشخاص الزوينين اون سوف تا هما تيعانيو منها كون كانت عقاب الناس اللي مزيانين ماشي يعانيو من هذاك العقاب حيت العقاب راه موجه للناس اللي خايبين الوغ لا بونيسيون دو ديو العقاب ديال الله راه ما كيكونش موجه للناس اللي زوينين بالتالي هذاك بالنسبه ليا فينومين ناتوريل يقدر اي واحد يقول اي حاجه بغا كاين اللي غادي يبان له بلي هذاك عقاب الهي وعطانا ارغومون ما كاينش مشكل مزيان ليكزام ديالنا كيسالينا الغوت شي اللي عندنا ما عرفت واش الامور كلها واضحه بون هنا يقدر يكون شي خطا ما رضيناش له البال خطا املائي ولا هذا باسكو ملي كيسالي اللايف كنعاود نشوف كنلقى بعض المرات سورتو ملي كتكتب بالزربه وهذا يقدر يكون شي حاجه ما رضيتش على البال سي بون الوغ ليكزامان ديالنا كان هو هذا بقات لنا بيان سور لا بارتي ديال لا برودكسيون اكريت نشوفوا لها شي طريقه باش نقدروا نصحوها نقدر ندير اون بيتيت فيديو نصيب معكم لا برودكسيون اكريت فهمنا مزيان اذا كان عندكم عفاكم دي كيسيون بيسكو ما غاديش نطولوا عفاكم في الاوديو في ما غاديش نطولوا في هذا اللايف هذا كاين فيكم اللي باقي تابعين حوايجات اخرين وهذا يقدر يمشي يديرهم يلاه اذا كان عندكم دي كيسيون تقدر تحطوهم هنايا سي بون كان عندكم اون دوموند ولا اي حاجه كيف ما كان تحاولوا تحطوها هنايا باش نقدر نجاوب عليها ديريكتومون سي بون اللايف دائما تيبقى مزيان لايف دائما تيبقاو تنعاود نبارطاجي في اليوتيوب بيسكو كاين شي ناس في اليوتيوب ما عندهمش فيسبوك في مره يكون ما يقدروش يشوفوا الا لا بارطاجيتو معاهم في يوتيوب سي بون وغادي نديرو ان شاء الله دوطغ لايف دوطغ زيكزام مزيان الا كان عندكم عفاكم دا كيسيون تقدر تحطوهم داكور مزيان لا جوستيفيكاسيون كيف ما درتو لها راه مزيان كنت بغيت نقول لكم واحد الفكره مشات بغيت نقول لكم واحد الفكره في لافون ديال هاد اللايف هذا مي مالوغوزمون مشات طارت مالوغوزمون بيان سور غادي ندير دوطخ زيكزامون وي غادي ندير دوطخ زيكزامون بيان سور غادي نشوفهم في لايفات جداد هو انا دائما كناخذ هاد الوقت بيسكو كنحط لكم واحد الحاجه كنقول لكم ديروا مع مجهودكم ما نعطيكم على الاقل واحد النهار باش انكم حتى نتوما تقاتلوا مع الاكزام حيت الا درت صحيح قدامكم غير هكاك ما غاديش تستافدوا اكثر ولكن عطيتكم الاكزام من قبل وقلت لكم ضربوا معاه وعاد نصحوا معكم انايا فريمون كيكون واحد الاستفاده مزيان بون ما كانش عندكم عفاكم دي كاستيون غادي نحسن لا توناليتي نقول لكم واحد الحاجه شحال من الناس كيسولوا لي فواحد الاسئله هادي تيقول لي استاذ شنو هي لا توناليتي اللي كاينه في كانديد ما نقدرش نقول لك حيت راه هذيك راه اوفر مؤلف قدو قدا شوفي بزاف ديال لي باراغراف راه بعض المرات في واحد لو باراغراف كتلقى حتى لجوج لي توناليتي ولا بزاف فهمنا راه من باراغراف لباراغراف من فقره لفقره كيتبدلوا بيان سور لي توناليتي فهمنا لو ريجستر ليتيرار يعني ما نقدرش نقول لك مثلا في كانديد راه غتلقى ايرونيك غتلقى باتيتيك غتلقى ايبيك غتلقى ميرفيو غتلقى كاع هاد لي ريجستر هادو ولكن شنو كيتحكم فيك هو داك النص اللي قدامك بحال هكا فهمنا بون كنتمنى انها تكون هاد الامور ولا هاد المساله اللي دويت عليها دابا تكون مفهومه ما عرفت علاش هنا الجديده اكسيس وركشوب ما عرفت علاش ما كتسمعي حتى حاجه
جو بونس المشكل من عندك. شوف يزيد في الفوليوم ولا سي بون. الوغ اخوان باش ما نطولش عليكم كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم على التفاعل ديالكم. نتلاقاو شي لايف اخر ان شاء الله, ولا عنده شي سؤال واخا جاي يسالي اللايف يقدر يخليه في كومونتير, كنحاول نجاوب لو ماكسيموم بوسيبل سورتو في لي كومونتير بيسكو لي ميساج كيكونوا كثار. تفهمنا ولا كومونتير ملي كنجاوب واحد راه كيشوفو دوطخ بيرسون اوتوماتيكمون تا هما تيستافدو كيعرفو لا ريبونس ديال هذاك السؤال, حيت يقدر تا هما يكونوا عندهم هذاك السؤال. سي بون الوغ كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. نتلاقاو في شي لايف اخر. تصبحوا على خير.